السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. نبدأ أولى حلقتنا إن شاء الله في حلقات حل الاختبارات. أول امتحان بوكلت عندنا إن شاء الله في مادة الأحياء. مستر مصطفى رجب يحييكم من مدينة دمياط الجديدة. نبدأ إن شاء الله النموذج الأول. اختر الإجابات الصحيحة. إذا افترضنا أن نبات سين يحصل على غذائه في صورة جلوكوز وفيتامين بي وماء وأملاح، فهذا يعني أن النبات، نفكر في السؤال ده كده مع بعض قبل ما نحل. نفكر فيه من ناحية إيه؟ معروف أن النبات بيصنع غذائه في جسمه، ولذلك ذات التغذية. ذات التغذية يحتوي على كلوروفيل بسيط، ده مش ذات التغذية، لأنه بيحصل على غذائه في صورة جلوكوز وفيتامين ب، إذن غير ذاتي التغذية. يبقى ذات التغذية وذات التغذية وذات التغذية في التلاتة مش تبع هذا النبات. إذن السؤال الأول رقم واحد هتبقى دال. ليه دال؟ لأن نبات متطفل، لأنه حصل على غذائه، مصنع غذائه. يبقى الفرق بين ذات التغذية وغير ذات التغذية؟ هذا نبات متطفل زي نبات الهالوف والايه وحمول الماء. نفكر قبل ما نجاوب. النباتات ذات التغذية ولكن في بعض نباتات متطفلة. خلاص، يبقى نبات الحمول ونبات ايه، حمول الماء ونبات الهالوف. رقم اتنين، الشكل التالي يمثل عملية حيوية تحدث داخل جسم الإنسان. يبقى العملية دي داخل جسم الإنسان. طيب، فمن الممكن أن تكون، نركز كده، بروتين زائد مية. لما يكون بروتين زائد مية في التحلل المائي، البروتينات بتحصل مرتين عندنا في الجسم. خلاص، أول حاجة عن طريق إنزيم البيبسين بيدينا عديد البيبتايد زي ما احنا خدناه. خلاص، وفي عندنا بروتين، يبقى احنا في عندنا مرحلتين، بروتين زائد انزيم، بروتين زائد مية عن طريق انزيم البيبسين. يبقى دي السين ديت انا اتوقع ان هي انزيم البيبسين مرة، ومرة هيبقى انزيم التريبسين، بيبسين، وان هو انزيم التريبسين. خلاص، يبقى في الحالة ديت في انزيمات بتديني في الاتنين عديد البيبتايد. عديد البيبتايد، وهنا عديد ايه؟ البيبتايد. يبقى دي الفكرة بتاعت الحل اللي محللناش لسه. فبيقول لي فمن الممكن ان تكون سين انزيمات البيبتيديز، طبعا غلط، سين انزيمات البيبتيديز غلط، ان احنا قلنا انزيم البيبسين والايه التريبسين. سين انزيم التريبسين وساط احماض امينية، تمام. سين انزيم البيبسين وصاد عدد البيبتايد، تمام. يعني ايه ان ايه فيهم اللي صح؟ احماض امينية ما بتدينيش، بتديني عدد البيبتايد. يبقى انا عندي الاجابة ايه؟ دال. نفكر تاني كده، احنا عندنا في عمليتين بيحدثهم بالنسبة لايه؟ لهضم البروتين. ده عملية حيوية في جسم الانسان. ايه اللي بيحصل؟ في عندي سين انزيمات، ده انزيم وده انزيم. يبقى سين انزيمات ألف وباء صح وجيم وداء، ولكن انزيم البيبتيديز لا، انزيم البيبتيديز يبقى ألف وباء مستبعدة تماما. الحوار ما بين جيم ودال. يبقى سين انزيم التريبسين وصاد احماض امينية، احماض امينية لا، بدنا عدد البيبتايد. يبقى الوقت هنا الاجابة عندي دال. سين انزيم البيبسين وصاد عدد الايه البيبتايد، تمام. الشكل الثالث عطهولي، بيقول لي الشكل المقابل يوضح حيوان أولي وحيد الخلية معروف اللي هو البراميسيوم يعيش في مياه البرك والمستنقعات. ايه معروف يعني؟ واخدينه السنة اولى اعدادي من الكائنات الحية، خدناه كمعلومة السنة اللي فاتت في تلت اعدادي في الانقسام اللاثنائي او التكاثر اللاجنسي، زيه زي الاميبا واليوجلينا. ده هناخده ان شاء الله الترم التاني في اخر باب اللي هو التصنيف.
أولي وحيد الخلية يعيش في مياه البرك والمستنقعات، والسهم يوضح انتقال الجزيئات صاد خلال علامة خلال سين بخاصية. الخاصية اللي عندنا نهي فيهم، في عندنا من أقل تركيز، من أقل تركيز إلى أعلى تركيز. عرفت إزاي أقل تركيز؟ فعمل لي هنا عند صاد 3 نقط وجوه حوالي 3 و3 6 و3 9 9، يبقى الوقت هنا النقل النشط مباشر. إشمعنى؟ لأن من أقل تركيز إلى أعلى تركيز في خاصية التدرج. يبقى خاصية التدرج في التركيز ديت اسمها النقل النشط، وبيحتاج طاقة طبعا، بياخدها من ايه؟ من التفاعلات الكيميائية الحادثة، انشطار الجلوكوز، وديت النقل النشط من الحاجات المهمة جدا. وديت فكرتها انه لا يحدث الانتشار، لان ده اقل تركيز، اقل تركيز لاعلى تركيز، خلاص. فبتحصل بخاصية الايه؟ النقل النشط زي ما احنا درسناها. يبقى رقم 3 هتبقى ايه؟ باء. رقم 3 هتبقى باء. نيجي لرقم 4، رقم 4 طبعا عطيني الشكل التالي يمثل العلاقة، يمثل ثلاثة من أعضاء الجهاز الهضمي في الإنسان. نفكر في السؤال ده كده شوية عشان في تفكير، نشوف أفكاره إيه كده. بيقول لي إيه الشكل التالي يمثل الشكل التالي يمثل ثلاثة من أعضاء الجهاز الهضمي في الإنسان. رقم 4 طالب إيه؟ أولا لو بصينا في الدايرة الأولانية، وبصينا في الدايرة التانية، وبصينا في الدايرة التالتة، نيجي نبص في الدايرة الأولانية. بيقول لي العضو ده تتم من ملحقات الجهاز الهضمي. ملحقات القناة الهضمية، يبقى احنا داخلين على السؤال الرابع. ملحقات القناة الهضمية عندي 3 حاجات، ايه هما؟ فاكرينهم؟ الكبد والبنكرياس والغدد اللعابية. كبد، بنكرياس، غدد لعابي. انا بكتب دلوقتي ملحقات القناه الهضميه، لان الدايره الاولانيه والدايره الثانيه ملحقات القناه الايه؟ الهضميه. طب نشوف الدايره الاولانيه من ملحقات القناه الهضميه ويساهم في هضم الدهون. شيء طبيعي ان انا عشان افكر على طول في هذا السؤال، يبقى انا عندي يا اما كبد يا اما بنكرياس يا اما غدد ايه؟ لعابي. بيقول لي بقى العمليه تتم داخل خلاياها عمليتي هدم وبناء. هل الكبد بيحدث فيه هدم وبناء؟ طبعا، خلاص. هدم تكسير الجلوكوز، بناء تحويل سكر الجلوكوز الى ايه؟ جلايكوجين. طيب وبعدين رقم 2 او الخليه التانيه، بيقول لي العضو الذي يساهم في عمليه تجزئه الطعام دون تغير في التركيب الكيميائي، دون تغير في التركيب الكيميائي. طبعا يبقى عندي اللي هو الكبد. يبقى أنا عندي هنا رقم 4 ألف هتبقى يا ترى 1 بس ولا 1 و2؟ ها، 1 و2. نركز كده في الإجابة دي، الخلية اللي فيها دايرة. طب نشوف التانية كده، يساهم في هضم البروتين. مين اللي بيساهم في هضم، في هضم المواد البروتينية؟ يا ترى الكبد قلنا بيساهم، ها، تتم داخل خلايا عمليتي هضم وبناء، تمام. طيب الإجابة هتكون عندي إيه؟ أولا الكبد علمنا عليها، طيب وبعدين نفكر في الجزئية التانية، تجزئة الطعام دون تغير في التركيب الكيميائي. يبقى أنا عندي هنا 1 و2، 1 و2 هو بالنسبة لإيه؟ للكبد، خلاص، لأنه فيه معروف إن فيه عصارة، العصارة دهيت ده
بت ايه بي بتنظم هذه العملية. يبقى تاني من ملحقات القناة الهضمية، دي رقم واحد قلنا فيه، يا إما كبد أو التلاتة يعني كبد وبنكرياس وإيه غدد لعابية. يبقى العضو الذي يساهم في عملية تجزئة الطعام دون تغير في التركيب الكيميائي، ما بينغيرش في التركيب الكيميائي، يعني بيبقى فيه إفرازات فيها. يبقى أنا عندي السؤال الرابع هيبقى ألف، اللي هو عبارة عن واحد وإيه واتنين. طيب نيجي للسؤال رقم خمسة. السؤال رقم خمسة، يبقى أنا عندي هنا الكبد والبنكرياس، لأن احنا بنقول ألف واحد واتنين، يبقى واحد واتنين هنا هو فيها كبد وإيه وبنكرياس، يبقى دي الإجابة رقم أربعة. نيجي الإجابة رقم خمسة. رقم خمسة نشوف خمسة طالب إيه. العضو الذي يفرز إنزيمات لهضم جميع أنواع الغذاء. طبعا العضو اللي بيفرز جميع الإنزيمات، عندي نقراها كده، العضو الذي يفرز إنزيمات لهضم جميع أنواع الغذاء. طبعا أنا عندي رقم اتنين فقط اللي هو الإيه البنكرياس. يبقى البنكرياس هو العضو الذي خلاص العضو الذي يفرز جميع ايه الانزيمات. يبقى انا عندي هنا نمرة خمسة هتبقى ايه باء، اللي هي اتنين ايه فقط، اللي هو من ملحقات القناة الهضمية ويساهم في هضم الدهون، ها يساهم ايضا في هضم الايه البروتين، يبقى في هضم بروتين وهضم ايه دهون. يبقى انا عندي الايه رقم باء فقط اللي هي رقم اتنين، لان احنا قلنا الكبد رقم واحد من ملحقات القناة الهضمية ويتم فيه هدم وبناء. طب رقم اتنين من ملحقات القناة الهضمية ويساهم في هضم الايه البروتين اللي هو البنكرياس. رقم تلاتة، يقوم بعملية هضم جزئي لأحد أنواع الغذاء، مش الغذاء كله. خلاص يبقى أنا عندي هنا البنكرياس هيبقى ايه رقم خمسة، هيبقى رقم اتنين اللي هي المنطقة اللي احنا فيها ديت، يبقى ايه رقم باء. نيجي في رقم ستة. العضو الذي يمكن استئصاله دون أن يؤثر على حياة الإنسان. في أعضاء زي ما احنا عارفين إذا تم استئصالها لا يحدث الإيه لا يحدث أي أثر على حياة الإنسان. وطبعا بيبقى فيه بعض حاجات ايه بتتعمل كده بسيطة، يعني ايه مكملات غذائية زي ما بنقول. يعني رقم ستة لما نيجي نقراها كده بالراحة، ما هو العضو الذي يمكن استئصاله دون أن يؤثر على حياة الإنسان؟ لو احنا قلنا في كبد، خلاص في عندي طحال، مرارة، أولا الحاجات اللي بتستأصل نركز عليها كده ونشوف ايه اللي موجود منها او اللي ممكن ايه تمشي معانا هنا. طبعا هنا عندي بنكرياس، لو استوصل ما يأثرش، يبقى في بنكرياس عندي اللي هو ممكن نعتبرها رقم اتنين في الترتيب. خلاص طيب في عندي الطحال، ممكن يبقى أنا عندي رقم ستة العضو الذي يمكن استئصاله دون أن يؤثر على حياة الإنسان. نفكر نفسنا تاني كده، الدايرة الأولانية تتمثل في الكبد، الدايرة التانية يساهم في هضم البروتين اللي هو البنكرياس، التالتة يقوم بعملية هضم جزء لأحد أنواع الغذاء، طبعا دي هتبقى إيه المعدة. نركز كده في الكلام، احنا رقم أربعة اخترنا قلنا العضو الذي يساهم في عملية تجزئة الطعام دون تغير في التركيب الكيميائي. ليه اخترنا رقم ألف؟ لأن فيها واحد واتنين، يعني الكبد وإيه والبنكرياس، يبقى بيساهم في عملية تجزئة الطعام دون تغير في التركيب الكيميائي. خلاص دي بيساعد الرقم واحد واتنين اللي هو الكبد والإيه والبنكرياس. طيب رقم خمسة احنا قلنا هي باء فقط، ليه؟ رقم خمسة بيقول للعضو الذي يفرز إنزيمات لهضم جميع أنواع الغذاء.
طبعا معروف اللي هو الايه، البنكرياس. خلاص، يبقى البنكرياس بيفرز فعلا انزيمات بتساعد في هضم جميع ايه الانزيمات الغذاء. ولذلك احنا اخترنا ايه بالنسبة لخمسة باء اللي هي رقم ايه 2، اللي احنا قلنا من مواصفات رقم 1 الكبد اللي هي الدائرة الأولانية، التانية البنكرياس، التالتة ايه المعدة. نيجي لرقم 6، إجابة السؤال السادس، العضو الذي يمكن استئصاله دون أن يؤثر على حياة الإنسان. يا ترى احنا قلنا فيه بعض أعضاء ممكن إذا اتشالت ما يبقاش فيه تأثير على حياة الإنسان، ولكن بياخد يعني مكملات غذائية. فبنقول هنا المثال هنا عندي بنكرياس وطحال ومعدة وإيه وكلية أو كلى، من الحاجات اللي إيه معروفة اللي ممكن لو استؤصلت ما يحصلهاش حاجة. طب نتوقع هنا بقى الإجابة هتبقى إيه، دال. ليه دال؟ لأن هيبقى رقم 2 البنكرياس والإيه والمعدة، لأن المعدة هو اللي بيتم فيها إيه عملية هضم جزئي لأحد أنواع الغذاء، ومعروف اللي هو الإيه البروتين. طيب بنبدأ بعد كده الشكل الذي أمامك يوضح، نقرأ كده بالراحة. تجربة عملية لدراسة أحد العمليات الحيوية في النبات، يبقى ده نبات، افحصه ثم أجب. طبعا هنا عامل لي ضوء، هنا أنبوبة فيها نبات مائي، شيء طبيعي العملية دي هتبقى عملية إيه؟ البناء الضوئي. الغاز الذي يتم جمعه في التركيب سين، إيه هو؟ أتوقع إيه؟ جمعه يعني إيه؟ الحصول عليه. معروف إن عملية البناء الضوئي بيدخل لها ثاني أكسيد الكربون زي ما إحنا عارفين كغاز، يعني من الغاز أهو ها بيخرج منها إيه؟ غاز الأكسجين. يبقى الوقت أول حاجة في عملية البناء. طب أنا عرفت عملية بناء ضوئي منين؟ عملية بناء ضوئي لأن عامل له ضوء ونبات مائي وجايب لي حاجة زي السرنجة كده، حاجة تسحب ايه غاز، يعني في غاز هيطلع. يبقى رقم 7 هتبقى ايه ألف، ده غاز الايه الأكسجين. طيب رقم 8، كل مما يلي يؤدي إلى زيادة حجم الغاز في التركيب سين. كل اللي هيحصل كله يؤدي إلى زيادة تصاعد غاز الأكسجين ما عدا في التركيب سين ما عدا. طبعا زيادة درجة الحرارة للدرجة المثلى بتزود عملية البناء الضوئي، إذا في الحالة دي بتزود ثاني أكسيد تصاعد غاز الأكسجين. زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في المية، شيء طبيعي يؤدي إلى زيادة إيه؟ عملية البناء الضوئي وتصاعد غاز الأكسجين. زيادة بعد مصدر الضوء عن النبات، طبعا ده اللي غلط. كلمة غلط يعني إيه؟ كلمة عادة، ندرب نفسنا على كده. يبقى رقم 8، طب زيادة شدة الاستضاءة بتزود عملية البناء الضوئي وبتزود ايه صعود غاز الاكسجين. يبقى انا عند رقم 8 هتبقى ايه جيم، 8 هتبقى ايه جيم. بعد كده رقم 9، رقم 9 الشكل الذي امامك يوضح دور احد الانزيمات في عملية الهضم، وليس الهدم، الهضم. ناخد بالنا كده من مصطلحين، لان ساعات بنيجي نقرا الهضم نقول ايه الهدم، ساعات بنيجي نقرا الهدم بنقول ايه الهضم. رقم 9 مع بعض كده، الشكل الذي امامك يوضح دور احد الانزيمات في عمليه الهضم. اي من التركيب المقابله تمثل نواتج العمليه. احنا عارفين ان الشكل اللي قدامي ده يوضح دور احد الانزيمات في عمليه الهضم، شيء طبيعي معروف ان في انزيم وفي ماده هدف. نركز كده في الكلمه دي، الشكل اللي قدامي الوحيد اللي حصل فيه ايه عمليه او اليه الانزيم. يبقى انا عندي الشكل اللي فيه بي، نبص كده المنظر اهو، كده الجزء ده اهو، وهنا وكده وكده، خلاص وكده، دي المادة الهدف. خلاص يبقى المادة الهدف اللي ايه المادة في عندي ده البي الانزيم. خلاص ونبص كده المادة اللي داخل فيه اهي، خلاص اهو تلزق فيه لزق كلي، ما هي دي آلية عمل ايه الانزيم. انا عندي في بي وعندي ايه، نبص بقى كده بيقول لي عاوزين النواتج بتاع العملية دي بقى، نتوقع النواتج اللي هتطلع ايه ونفكر بالراحة خالص.
الشكل الذي أمامك يوضح دور أحد الإنزيمات في عملية الهضم. أي من التراكيب المقابلة تمثل نواتج العملية؟ نواتج العملية الناتجة. يا ترى الناتج اللي هيطلع هيبقى ايه مع دي؟ طبعا لا، الايه مع دي، معلش بص كده، الايه ها مع دي، الايه والدي، لا طبعا، ها البي والسي، البي والسي مش موجودة، مش زيها، لأن احنا عايزين نواتج جديدة. يعني ايه نواتج جديدة؟ ما فيهاش ايه ولا بي، معلش، يعني الناتج اللي هيطلع المفروض، معلش، الناتج اللي هيتقسم او يتجزأ يكون ها الايه مع الدي، لا طبعا مش الايه مع الدي، الايه مع الدي. نبص كده كتراكيب كده، ايه ودي لا مستبعد. طيب البي والسي، فين البي؟ البي عندي اهيت، والسي طبعا ايه مستبعد، خلاص هنا عندي السي، هنا اهي، ما السي شكل واحد ها، والبي شكل واحد اهو، هل ينفع الاتنين مع بعض؟ لا. الاي والاي، يبقى ادتني مادة جديدة، حرف الاي ديت، الاي مع الاي، خلاص يبقى قطعتين، القطعة الاولانية ايه والقطعة التانية ايه، ايه، خلاص يبقى انا بدور على الحاجة اللي فيها ايه جزء جديد، لان ناتج عملية التجزئة او ناتج عملية الهضم جزء جديد ما كانش موجود في اللي موجودين دول. يبقى انا عندي هنا الاي والاي، طبعا طبعا ايه لا، الاي والدي، الاي والدي هو اقرب حاجة ليهم، الاي عند الاي هيات مع الاي الدي، خلاص يبقى الاي والدي هما الأقرب في النواتج اللي طالعة. يبقى النواتج اللي ممكن تطلع، لأن النواتج اللي طالعة حاجة اتجزأت لجزئين، الجزئين اللي عندي لو أنا بصيت كويس جدا أهو، لو قطعت من هنا أهي الدي والإيه، يعني دول لو اتحطوا جنب بعض كده أنا أعتبر الإيه ها نص، اقسم حتة دي كده لأن بتجزأ، خلاص يبقى في الحالة دي المادة الهدف اللي هي إيه، البي الإنزيم، الانزيم طلع زي ما هو، خلاص الايه اتجزأت بقت اي ودي، يبقى الاجابة عندي رقم 9 هتبقى ايه دي. هو سؤال في يعني ايه مشتكة بقى، يعني زي قطع الشطرنج كده او قطع الايه الالعاب بتاعت الاطفال. رقم 10، اي الاختبارات التالية يوضح العدد الصحيح للبلاستيدات الخضراء في 3 خلايا مختلفة في ورقة نبات خضراء. أولا أنا عندي ألف، خلية من البشرة، خلية من النسيج العمادي، خلية من النسيج الإيه الإسفنج. أولا البشرة معروف ما فيهاش بلاستيدات، خلاص يبقى يا ألف يا ألف يا باء، خلاص يا ألف يا باء، جيم ودال كون حاطط لي بلاستيدات خضراء طبعا يبقى جيم ودال غلط، يبقى ما بصش لجيم ودال، يبقى الحوار ما بين ألف وإيه وباء. نشوف النسيج العمادي طبعا بلاستيدات عددها أكبر، يبقى خلاص دي حتى من غير ما أفكر النسيج العمادي عدد إيه البلاستيدات قليل، خلاص طبعا خلية البشرة ما فيهاش، النسيج العمادي فيه 17 يبقى عدد كبير من البلاستيدات، يبقى أنا عندي الإجابة كام؟ 10، 10 تبقى إيه باء، باء هي الإيه الصح. الشكل المقابل يوضح أحد التركيب الهامة في جذر النبات. حدد وظيفة التركيب واحد بالنسبة لعملية التغذية الذاتية. التركيب واحد معروف اللي هو فجوة إيه؟ أسرية. الفجوة الأسرية بتعمل أو وظيفتها الرئيسية بتعمل إيه؟ رقم 11، الفجوة، هنتكلم عن الفجوة الأسرية. الفجوة الأسرية بتعمل إيه؟ بتعمل على تخزين الماء والأملاح، ده أول حتة. الجزئية الثانية بتعمل على خلق ضغط أسموزي كبير. ليه ضغط أسموزي كبير؟ ليساعد على مرور وامتصاص الماء من التربة،
من التربة اللي هو خارج الايه الشعيرة الجذرية. خلاص، يبقى في الحالة دي النبات ربنا عامل تركيز الفجوة الوسطية كبير. خلاص، هل وظيفته في زيادة التركيز؟ اه، وذلك بيساعد على تخليق او وجود ضغط اسموزي ايه كبير. الضغط الاسموزي الكبير بيساعد على مرور وامتصاص الماء من ايه من التربة، ودي الاهمية بتاع الفجوة العصارية. نيجي السؤال رقم 12. سؤال رقم 12، بالرغم من ان بكتيريا الكبريت رقم 12، بالرغم من ان بكتيريا الكبريت الارجوانيه ذاتيه التغذيه، الا انها تختلف عن النباتات الخضراء في عمليه البناء الضوئي. ايه حكايه بكتيريا الكبريت؟ احنا عارفين عمليه البناء الضوئي بتتم يا اما في وجود كبريتيد الهيدروجين، يا اما في وجود ايه الميه. خلاص، يعني ثاني اكسيد الكربون زائد كبريتيد، وهنا ثاني اكسيد الكربون زائد ايه ميه. دي في النباتات الخضراء، النباتات الخضراء. هو عاوز يقول ايه هنا؟ بيقول لي بالرغم من ان بكتيريا الكبريت الارجوانيه، ودي موجوده في التربه، ذاتيه التغذيه، الا انها تختلف عن النباتات الخضراء في عمليه البناء الضوئي. اولا، بتستخدم الكبريت لاختزال ثاني اكسيد ايه الكربون، او الهيدروجين اللي مرتبط بالكبريت في اختزال ثاني اكسيد الكربون عشان نوصل للماده الغذائيه اللي هي الكربوهيدرات. يبقى الوقت دوت هنقول مصدر البكتيريا عندي H2S. طبعا يبقى الهيدروجين المستخدم في اختزال ثاني اكسيد الكربون لإتمام عملية البناء الضوئي والحصول على إيه؟ المواد الكربوهيدراتية، المواد الكربوهيدراتية. يبقى إحنا هنا عندنا بكتيريا الكبريت H2S، طبعًا بنستخدم الهيدروجين في عملية اختزال ثاني أكسيد الكربون لحدوث عملية البناء الضوئي وإنتاج المواد الإيه؟ الكربوهيدراتية، كربوهيدراتية. طيب، تختلف عن، طبعًا دي ذاتية التغذية. تختلف عن النباتات الخضراء اللي انا بستخدم فيها ايه H2O. طبعا هنا الهيدروجين بيستخدم في ايه؟ في اختزال. يبقى الهيدروجين بيستخدم في اختزال ثاني اكسيد الكربون وايضا تحويله الى مواد ايه كربوهيدراتي. يبقى في اختلاف في ايه في العمليتين. يبقى هيدروجين الميه احنا بنستخدمه في عمليه احداث او اختزال ثاني اكسيد الكربون، الهيدروجين اللي مرتبط بالكبريت في كبريتيد الهيدروجين في بكتيريا الكبريت ديت، ده اللي بيعمل عملية ايه اختزال للحصول على عملية اللي ايه البناء الضوئي. نيجي رقم 13، ماذا يحدث في حالة تساوي عدد البلاستيدات الخضراء في النسيج الهمادي خلاص مع عددها في النسيج الاسفنجي؟ طبعا لو زادت البلاستيدات في الاسفنجي، لو زادت، احنا عارفين الترتيب، البشرة برميلية الشكل زي ما نشوف الوقت في السؤال اللي بعديه. خلاص، دي البشرة هي، بعد كده النسيج العمادي طبقات مترصة كده، صف من طبقات المترصة دي طبعا مليانة بلاستيدات خضراء النسيج العمادي. فبيحدث فيها عملية البناء الضوء ويتم نفاذ الضوء، وبتحدث عملية البناء الضوء شيء طبيعي، الإسفنجي موجود فيه، ولكن عدد النسيج نفسه قليل مش كتير، زي يعني بينهم ايه مسافات بينيه زي ما احنا عارفين. وبنقول في الحاله دهيت بيتم ايه حدوث عمليه البناء فاحنا بنقول لو زاد عدد البلاستيدات الخضراء في النسيج ماذا يحدث؟ لو تساوى عدد البلاستيدات الخضراء في النسيج العمادي مع الايه النسيج الاسفنجي، طبعا ده بيعوق حدوث عملية البناء الضوئي بطريقة جيدة في قلب الورقة، لأن احنا عارفين على ما الضوء يدخل وينفذ من هذا الايه الجزء اللي هو النسيج العمادي، طبعا بيدخل حاجات بسيطة من ضوء الشمس، فبتحدث عملية بناء ضوئي في الإسفنج أيضا. ولكن بنقول لو زادت البلاستيدة أو عدد البلاستيدات في النسيج الإسفنجي لا تحدث هي هتحصل بس مش بطريقة ايه مظبوط، لا تحدث عملية بناء
ضوئي بطريقة جيدة. الحاجة التانية هتعوق لو دخل ضوء كتير، طبعا ديت بتخلي الضوء ينفذ قليل، يعني ديت خلاص عملية البناء الضوء بصورة كويسة جدا، هنا يدوب لو ضوء نفذ في بلاستيدات موجودة بس عددها قليل في الاسفنجي. فطبعا لان في حدوث عملية ايه، تبادل للغازات بيحدث فين، في الجزء الخاص بالايه بالاسفنجي. فطبعا بنقول لا يحدث لو زاد البلاستيدات او تساوى عدد البلاستيدات في الاثنين، طبعا بتعوق عملية البناء الضوئي ان هي تحدث في الاسفنجي. ثانيا عدم حدوث تبادل غازات بصورة طبيعية، وبالتالي يكون النبات في حالة عدم اتزان في عملية الايه البناء الضوئي. نقولها تاني بسرعة، ماذا يحدث لو تساوى عدد بلاستيدات الخضراء اللي في النسيج العمادي مع النسيج الايه الاسفنجي؟ ايه اللي يحصل؟ اولا عملية البناء الضوئي لو دخل فيه ضوء كتير، ها، ودخل للاسفنجي في بلاستيدات خضراء موجودة بس عددها قليل، فيدوب بتكفي الايه النسيج الاسفنجي اللي موجود والمنطقة اللي هي التي تلي النسيج العمادي. النسيج العمادي ربنا مزوده او مزود فيه البلاستيدات الخضراء علشان اتمام عملية البناء الضوئي بطريقة سليمة، لان دي شغلته. الاسفنج بيتم فيها عملية بناء ضوئي بس بسرعة اقل، ثانيا بتحدث فيها عملية ايه تبادل غازات. اذا عملية التبادل الغازات دهيت مش هتبقى كويسة او مش هتبقى في صورة سليمة لو كان في زيادة في عدد ايه البلاستيدات. نيجي السؤال 14، جميع انزيمات الجهاز الهضمي للانسان انزيمات هاضمة، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ يا ترى العبارة دي مظبوطة؟ طبعا لا، لان انا عندي في انزيم اسمه الانتروكاينيز، ليس معلش هو تحويل فقط تريبسينوجين الى ايه تريبسين نشط، يبقى الوقت العباره دي خطا، لان في بعض انزيمات فعلا ليست ايه هاضمه ولكن بتستخدم في الايه في تحويل انزيم غير نشط الى انزيم ايه نشط. يبقى رقم 14 الاجابه النموذجيه بتاعتها رقم 14 صحه العباره طبعا خطا. التفسير لأن بعض الإنزيمات مثل الانتيروكاينيز وظيفته تنشيط فقط، تنشيط تريبسينوجين طبعا ده غير نشط، لذلك بنحط على السهم باين اهو الانتيروكاينيز على السهم، اذا ليس له وظيفه انزيميه وانما يحول تحويل فقط تريبسينوجين الغير نشط الى تريبسين نشط. خلاص يبقى ده السؤال رقم 14. سؤال 15، بنقول الشكل المقابل يوضح اليوجلينا، خدناها في اولى اعدادي وناخدها في الباب الرابع ان شاء الله ناقشنا، او خدناها في سنه اولى سنه وفي الباب الرابع. خلاص بنقول الشكل المقابل يوضح اليوجلينا قدامي، وهو كائن وحيد الخليه يتميز بوجود صوت للحركه وبقعه عينيه للاحساس بالضوء لانه بيتم فيه عمليه بناء الضوء، وكذلك بلاستيده خضراء ولذلك يتشابه مع النبات. في ضوء ما درست فسر اهميه الحركه لحياه الكائن الحي. طبعا الكائن الحي ده ربنا عامل له صوت للحركة وبقع عينية وبلاستيدة خضراء، المواصفات اللي هو قالها لي. أولا بنقول هذا النبات ذاتي التغذية إذا محتاج ضوء الشمس. طيب يتحرك للضوء، الإجابة النموذجية إيه حكاية الصوت وإيه الكلام اللي هو قاله لي ده في المقدمة؟ بنقول يتحرك للضوء عن طريق الصوت. خلاص احنا عارفين ان دي وسيلة الحركة بتاعته لإتمام عملية البناء الضوء. سؤال في فكرة ليه بتتحرك بالصوت؟ ربنا عمله له وعمل له بقعة عينية عشان يتحرك ناحية الضوء ويبدأ في حدوث عملية البناء الضوئي، عشان هو نبات ذات او في صفة ايه
النبات، والحركة دي بيشبه الحيوان زي ما خدنا السنة اللي فاتت في التصنيف. بنيجي للسؤال رقم 16. الشكل الذي أمامك يمثل قطاع أرضي في ورقة نبات، ادرسه ثم أجب. طالب مني الآتي: خلايا التركيب، خلايا التركيب، سين برمليه الشكل، فسر ذلك. العلماء بصراحه اتكلموا كتير عن الجزئيه ديت. برمليه الشكل يعني عامل زي العدسه. ليه زي العدسه؟ عشان يجمع لي الضوء ويدخله النبات. تاني بنقول التركيب سين اللي هي الخلايا البشره، بنقول برمليه الشكل مش كده وبس، بين قوسين تشبه العدسة المحدبة، خدناها في تالتة إعدادي. العدسة المحدبة بتعمل إيه؟ تعمل على تجميع الضوء لحدوث عملية البناء الضوء. حتة جميلة ومهمة، ده رقم واحد. رقم اتنين: ما الفرق بين التركيب واحد والتركيب اتنين في النسيج صاد؟ ايه الفرق ما بين النسيج العمادي، النسيج العمادي والنسيج الاسفنجي؟ هو ده معنى السؤال. ايه فايدة اول مقارنة ما بين النسيج العمادي والنسيج الايه البلاست؟ اول معلومة، ده طبعا غني بالبلاستيدات، بالبلاستيدات الخضراء، ده اقل. يبقى البلاستيدات، البلاستيدات توجد بنسبة اقل، اقل. النسيج العمادي طبعا بنقول يقع، يقع على سطح البشرة وخلاياه مستطيلة، مستطيلة، وصف واحد من الخلايا، وصف واحد زي ما احنا شايفين، خلاص. أما الإسفنجي بنقول أسفل، أسفل مكانه، أسفل الطبقة العمادية، وهي خلايا برانشيمية غير منتظمة، خلايا برانشيمية غير منتظمة، خلاص. احنا شايفين شكلها خلاص وغير منتظمة، لكن هنا غني بالبلاستيدات الخضراء وخلايا مستطيلة، وتوجد في صف واحد وتلي البشرة مباشرة بالنسبة لإيه؟ للورقة. نيجي للسؤال 17. السؤال رقم 17 بنقول الشكل المقابل يمثل جزء من القناة الهضمية. طبعا دي معروف شكل الإيه؟ الخملة. ادرسه ثم أجب. يبقى رقم 17 نمرة واحد: استنتج الملائمة الوظيفية للتركيب واحد. طبعا عندي تركيب واحد بنقول هي الطبقة الطلائية، طبقة طلائية، يبقى لازم أعرفها الأول طبقة إيه؟ طلائية. الطبقة الطلائية دهيت أهميتها غنية، غنية بالشعيرات الدموية، غنية بالشعيرات الدموية، خلاص. الشعيرات الدموية شرايين وإيه؟ وأوردة، شرايين وأوردة، خلاص. ثانيا رقيقة، دي خصائص بتاعتها، تساعد على الامتصاص، تساعد على الامتصاص. بها خميلات، تصغير خملة، خميلات دقيقة تعمل على زيادة مساحة السطح الممتص، على زيادة مساحة السطح الممتص. يبقى دي بالنسبة للطلقة، الطبقة الطلائية، ونرجع عليها إن شاء الله عندنا في المنهج، لها خصائص كتير، ولكن أهم خاصية أنها رقيقة بها أوعية دموية، خلاص. تاني حاجة بنقول بها خميلات دقيقة تعمل على زيادة إيه؟ مساحة السطح الإيه؟ المعرض للامتصاص. تاني حاجة حدد المواد الممتصة خلال التركيب اتنين. التركيب اتنين اللي احنا بنقول عليه الوعاء الليمفاوي. يبقى التركيب اتنين وعاء لمفاوي، لمفاوي اللي احنا بنقول عليه ايه؟ لبني، او الطريق اللبني، معروف عندنا في المنهج. المواد الممتصة، هو بيقول لك حددها. المواد الممتصة طبعا عندنا الدهون، الجليسرين، الدهون، الجليسرين،
احماض امينيه، احماض امينيه وفيتامينات واملاح معدنيه. يبقى الطريق اللبني او الوعاء اللمفاوي، المواد الممتصه عندنا نذاكرها كويس ونراجع عليها: دهون، جليسرين، احماض امينيه، فيتامينات، املاح ايه معدنيه. ده كان اخر حاجه النهارده في الحلقه اللي احنا قلنا فيها الاختبار الاول، وان شاء الله نواصل مع بعض. ما تنسوش الاشتراك مع القناه عشان نزود التفاعل بتاعها، على اساس نستمر باذن الله بالنسبه للصف الثاني الثانوي، لان في ناس كتير زعلانه ان انا مقصر معاهم شويه. طبعا نسب المشاهدات يعني دليل عدم الاهتمام، ما بتبقاش كويسه في تانية ثانوي، مع ان كانوا معانا الدفعه دي السنه اللي فاتت كويس. ان شاء الله نعرف زمايلنا ونشارك القناه ونبدا نشوف الفيديوهات بتاع الصف الثاني الثانوي في الاحياء والكيمياء والفيزياء، نتواصل سويا ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم من مدينه دمياط الجديده، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.